السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي وياكم لعبة من قناة كل الألعاب. رجعنا لكم فيديو جديد بالقناة من لعبة تانك فايرنج. شباب هاي حلقة ثانية أو فيديو ثاني عن اللعبة. طبعا فيديو الأول جاب تفاعل حلو، ربي يسعدكم، دعم حلو عليه، ورتبوا التعليقات أنه نسوي فيديو، وفيديو يكون عن دبابة التي 80 يا شباب. طبعا راح ناخذ دبابة التي 80، بس قبل ما ناخذها وندخل جيم بلاي ونشوف قواتها وإمكانياتها، دبابة التي 80 احكي عليها شباب بشكل مختصر. صنعت بزمن الاتحاد السوفيتي قبل تفككه بالثمانينات، شاركت بحرب افغانستان من هجم الاتحاد السوفيتي احتل افغانستان. ما صراحة ما كانت الدبابة، يعني الاتحاد السوفيتي ما شاف انه الدبابة اللي تكون القيادة الرئيسية لها، فشلت فشل مو طبيعي في الحرب مع افغانستان قدام مضادات الدروع الامريكية اللي استخدموها المقاتلين الافغانيين ضد الاتحاد السوفيتي. فلذلك انه طوروا الدبابة، دخلت تطويرات كثيرة، ولحد الان زمننا هذا اكو تطويرات على دبابة التي 80 اللي هي من زمن الاتحاد السوفيتي. طيب راح احنا ندخل جيم وناخذ الدبابة ونشوف امكانياتها يا شباب. طبعا تنتظر الوقت الى ان يطلع. شوفوا شباب دبابة التي 80، هاي التي 80 شباب. اوكي انا موصلها ليفل 6. طبعا الليفلات حتى توصلها يحتاج لك مبالغ كثيره من الفلوس وكذلك جواهر، وهذا الامر مو سهل عفوا تحصله. حاليا قدامنا ابرامز تي 80 ليفل 3 تشالنجر كذلك، فالامور قدامنا يعني دبابات نقدر نقول مواجهه. اوكي هذا تي 80، راح ننطلق يا شباب ونشوف ونقول بسم الله يا رب نقدر نجيب الجيم ونقدر نجيب كلات جيده بها. طبعا اللعبة مثل ما تشوفون اسفل الشاشة هي 30 فريم، ما تدعم اكثر من 30 فريم. اوكي الجار قدامي لاصق ضربة غلط، هاي يفجرني. فجرني ضربة اولى ضربتها الغلط، اوكي خسرتني هسه. هاي ضربة أولى صحيحة، هم غلط. شوفوا شباب اوكي هو جابني، ضربت انا جبت ضربة. اوبا ضربة أخرى غلط، دمرت وضعيتي انا كلها. اوكي الاشتباك مالته ضعيف، السبطان مالته جاي تضبط وياي. والبنك حبيبي والله، البنك شباب البنك 600، شوفون البنك اسطوري. انا دمج وتتبوك كلات. هاي فجرني يا حبيبي تشالنجر، الدمج مال القاذف مالته عنيف. تشالنجر طبعا دبابة بريطانية. حبيبي والله حلو جبت الكل. ممتاز حلو القاذفة هاي، جت بالملي حبيبي. اوه لا 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 فجرني 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 يعني ابليس فجرني. طلع 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 الدبابة قدامي.
ضرب الاخه ضرب الاخه ضرب الاخه يا الهي يا حبيبي عانيت جبت انا جبت 5 تفجيرات من دباب وساعدت 2 ومتت 4 مرات بس شباب بشكل عام شفت التي 80 اوكي دمج القاذفة مالتها او الصاروخ مالتها العيار 120 ملم جيد بيها مساوئ كثيرة درعها ضعيف 1 2 السبطانة مالتها مو ثابتة اثناء الرمي وهذا يؤدي انه الصاروخ من ينطلق القذيفة من تنطلق مال دبابة شباب ما تكون بشكل صحيح على الهدف لهذا هي هذا من بالحقيقة واقع هذا صحيح الامر لهذا انه دبابة 80 فشلت عدة اتحاد سوفيتي ولحد الان يطوروها لكن ماكو بعد تصنيع لها اذا الدبابة توقف تصنيعها بشكل كامل فقط مجرد انه الخزين موجود طوروه الجيش الروسي حاليا وباعوا الدول العربية كثيرة موجود عندها الخزين يا شباب اوكي شفت دبابة 80 يعني انا برايي الفيديو الاول انا برامز وتي 80 برامز اقوى منها بكثير تتفوق عليها بالحقيقه بالواقع وكذلك هنا باللعبه برامز ممتازه جدا ان شاء الله عجبكم الفيديو سبات معلومات عرفتوا تي 80 ومستواها باللعبه ومستواها بالحقيقه اللي واقع وتقدروا الشباب اذا تريدون تطلعون اكثر بالحقيقه عليها دبابه كتبوا دبابه تي 80 وتجاربها ومعاركها اللي خاضتها اشوفكم في فيديو قادم مع السلامه.